أكيد كانت ميدن التيرينة تفتنس الحج العمرة ولكن ورس الدار أما ودرس النفقة ولا درس الناس تخلص الرحيلة ولكن ربي تبارك وتعالى صرح الناس اللي قوتن صرح الناس اللي سيشون العباد الناس يسكرك الأعمال كان أغلى جرس زندوكان لأن غادي كان الحج نغ العمرة جيسن والناس زولان صلاة ديك الصباح الفجر يسكوس غل مكان الناس ورقيس يحرك قالي تذكر ربي تبارك وتعالى أكي عتي تغليش تفوقت يزال سنة ركعات أتي تلدرس الأجر الحجة الحجة العمرة تامة 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 إلي داخل قيس ونا تضان تقميس يفتوس المسجد قبة يزال قيس هن إقادات إقادة الأجر العمرة إلي إقادة قيس والناس كنك العمرة غير رمضان تقاز من دوكان يغي حجة النبي صلى الله عليه وسلم يلي دخقيس وناي يفون تقمين سيد تبدا يفتو باش يزال كانت زاليت يفرد خمس جيد هاني ليقا اللي درس الأجر الحاج المحرم يلي دخقيس وناي يفون الصلاة الضحى يفتو الصلاة الضحى وليفتي بلا أي زلطة زاليت الضحى هاني اللي درس الأجر المعتمر وكان دا هو اللي دخل يسكر الأجر الحج والتي يخلف الأهل نغي كفاس المال ما سيتحجو هاني اللي درس الأجر الحج ورايت تنقص الأجر غن ولو الأعمال داخل اللي يفولكين أسكان زود الحج العمرة غلاجر كي قد تاني زدارات التقان دون تسبحنا ربي تبارك وتعالى أرتي التحماد أفلسي التكبار كي قد تغردين كي قد تظلت لفضل ربي تبارك وتعالى عشرين تكاد مروت أشكو النبي صلى الله عليه وسلم أشكد غير الحديث أبو هريرة رضي الله عنه جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالأموال وبالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أحدثكم إن أخذتم أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خيرا من أنتم من بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33.